إذا كنت تحت سيشاية مع دمية هيلو كيتي ضخمة، فأنت بكل تأكيد في اليابان. هذا مكان متخصص بالهوس بالأشياء ودفع كل رغبة وحاجة إلى الحد الذي يفوق طبيعتها. إذا رغبت في مشروب منعش، هناك آلة بيع ستقيم تعابير وجهك وتختار لك المشروب الأمثل، أو أن تشرب لاتيه مزيناً بشكل روبوت ثلاثي الأبعاد. هذا روبوت لذيذ. واليابانيون طبعاً شبقون بالتكنولوجيا أكثر من أي ثقافة أخرى. ربما أفل نجم تكنولوجيا اليابان الساطع مع سقوط سوني وإمبراطوريات أخرى، لكن دون أدنى شك هناك حركة تقنية آخذة في التصاعد. مرحباً أيها العالم. من أين عساي أبدأ رحلتي إن لم أبدأ من طوكيو؟ الملايين من الناس يتنقلون عبر المدينة بطريقة منظمة، باذلين قصارى جهدهم كي لا يزعجوا الآخرين. صخب الحياة الحديثة يهيمن على أجواء المدينة، إنما طوكيو تدب فيها الحياة على حقيقتها في الليل. أهلا بكم في مطعم الروبوتات. بكل أجوائه السياحية والجنونية، فهو يعبر عن صميم علاقة اليابان بالروبوتات. لكن بعيداً عن الديناصورات التي تنفث اللهب وعازفي الجيتار المستذئبين، الباحثون في متحف طوكيو أقاموا ورشة عمل هدفها إثبات أن الروبوتات يمكن أن تكون مفعمة بالحياة. مرحباً أشلي. استعدوا للدهشة وحاولوا أن تتابعونا. ساعد البروفيسور تيكاشي إيكاغامي في صنع هذا الشيء الذي يبدو كالشخصية الرئيسية في فيلم إكس ماكينا، من خلال مجموعة من المستشعرات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذا الأندرويد أن يرى العالم وأن يتفاعل مع ما يرى. هذا الأندرويد يطور من تفكيره فعلياً بناء على هوى برمجية الذكاء الاصطناعي داخله. هناك أساساً آليتان مختلفتان، الأولى هي مولدات خوارزميات ذاتية، نعم، مدموجة مع بعضها. كما هناك شبكات عصبية اصطناعية تشعل بشكل تلقائي وترسل إشارات لبعضها. إذا اقترب الشخص من الأندرويد تستشعر المجسات الحركة، ثم يتفاعل النظام البرمجي ليحدد طريقة حركة واستجابة الروبوت. لكن حتى اللحظة يقوم بأسلوب حركة يمكن وصفه على أنه كحركة الرجل السكران حد الثمالة في حفلة. في كل علبة من المستشعرات هنا يوجد أجل كاميرتان أجل، وهي تقيس المسافة أجل. إذا اقتربت من الآلة إذن عليها أن تقوم بشيء ما، عليها أن تستجيب لحركتي أجل. سوف تضيفون المزيد من المستشعرات مع الوقت أجل. يمكننا إضافة مستشعرات حرارة ومستشعرات صوت وأخرى عديدة. بعد إضافة مزيد من المستشعرات، سيتمكن الروبوت من أن يعي بيئته المحيطة وأن يتخذ ردود فعل جديدة. لذا مع الوقت ستتغير الحركات والغرغرات. الغاية أن يتمكن الروبوت من تشكيل شخصيته الخاصة في نهاية المطاف، وحتى لغته الخاصة. ما قصة الصوت الخارج منه؟ هل هو جائع؟ طلابي هم من صمموا هذا الصوت، وتتبدل تلك الأصوات بناء على السلوك، والصوت يتبدل على الدوام. إنها أشبه بلغة بدائية، وتلك هي الجزئية المثيرة للاهتمام فيه. فمثلاً أطفالنا لسنا بحاجة لإملاء الطفل ما يفعل أجل، بل يتعلم الطفل بشكل لا واع من خلال التفاعل مع الأشخاص والبيئة المحيطة. بمجرد أن تصبح لدينا أنظمة تحاكي الحياة التي تحوم حولنا، ربما سيصبح مفهومنا عن الحياة مختلفاً تماماً. ثم إذا أردنا التعايش مع الروبوتات، ربما علينا أن نتعلم لغات مختلفة وطرق تفكير مختلفة. وهذا لا يرعبك؟ تظن أنه هو؟ أعتقد أن نظرتي مثالية للأمر مقارنة بعالمنا العنيف حالياً.
شكراً لك على السماح لي برؤية إنسانك الآلي. شكراً جزيلاً. شكراً لك. أوه، لقد قال شيئاً. أعتقد أنه قال إنه يحبك.